هذا القانون لو كان موجود من أول كان ماكو أي مشكلة، ولكن المشكلة هنا أن الذهن سيقفز إلى أن هذا القانون قانون مفصل لكي لأناس معينين لكي يمنعهم من الترشح. ما تشوف أن منعهم من الترشح أمر إيجابي؟ لا ما أعتقد، يعني أن أنت تأيد أن مثلا المعارضة السابقة ترد مرة ثانية تترشح عادي؟ الحين هذا ما منع أشخاص معينين من المعارضة ولم يمنعهم كلهم، يعني على رأس المعارضة ومن شال لواء ومن حمل لواء المعارضة ومن حرض المعارضة هم الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين اللي أحسوا كلامهم كله والآن يريدون أن يرجعوا عفو الله عما سلف ويرجعوا بقضهم وقضيدهم إلى الانتخابات، هذا موجودين، الآخرين كذلك موجودين، يبقى أشخاص محددين معينين من ينطبق عليهم قانون المساس بالذات ذات الإلهية والمساس بسمو مقام صاحب السمو حفظه الله. يعني هذا ما أعتقد أنهم يعني مكون رئيس أو مكون أساسي أو أن المجلس يعني سيكون لا مجلس بدونهم.